انت بتعمل ايه؟ صباح الخير، حضرت الفطور. قلت تبتدي يوم الاربعاء بداية مختلفة عن الفترة اللي فاتت. كنت بستنى من الجمعة للجمعة عشان معناه ان احتمال ترجعلي. وحتى لما كنت ما بتجيش كنت بصبر نفسي واقول يمكن المرة الجاية. لكن ربنا كان شايل لي احلى مفاجأة لما رجعتلي في يوم ما كنتش مستنياك فيه. وحتى لو كنت لسه ما رجعتش قوي فانا هفضل جنبك مستنيه ناجي، عشان زي ما كنت مصدقه قلبي لما كان بيقول انك لسه عايش فانا مصدقه ان نينو لسه هنا ما راحش في حته. حاولت احضرهم زي ما انا فاكر بس مش عارف طلعوا مظبوطين ولا لا. ريحته اتجنن صحيتني من النوم. بس لخبطت لك الدنيا، انا اسف. كل اللي اتلخبط هنرجع نظبطه. أول مرة استطعم حاجة من يوم ما سافرت. كنت بحاول أبدأ عايشة في غيابك. كنت بتنفس. لكن دلوقتي بس قادرة آخد نفسي.